السلام عليكم. لم يمر على النكسة 50 عاماً ولا يوم ولا لحظة، لقد وقعت بالأمس وهي تقع اليوم أو توشك الآن على الوقوع، وما زال مرها يسري داخل النفس ممزوجاً بذلك التخبط الأليم وعدم القدرة أو الرغبة في التصديق. تلك الحرب التي صدمتنا في طمأنينيتنا الزائفة وفي كبريائنا، الحرب التي صعقتنا لكنها لم تقتلنا. إذا خسرنا الحرب لا غرابة، لأننا ندخلها بمنطق الطبلة والربابة. السر في مأساتنا، صراخنا أضخم من أصواتنا وسيفنا أطول من قاماتنا. سننتصر حين نصارح أنفسنا بعيوبنا ونكون أكثر حرية وديمقراطية. سننتصر حين يتنفس الإنسان العربي هواء الكرامة النقي بلا شوائب الخوف والترهيب. سننتصر حين نصبح يدا واحدة في مواجهة الصهاينة، وحين يعتذر الأعراب عما اقترفوه بحقنا، وحين يتوقف الأخ عن التآمر على أخيه. حينها سننتصر. زورونا يا أهل الخير، رمضان في القدس غير. زورونا يا أهل الخير، رمضان في القدس غير. رمضان 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 في القدس غير. اجمع أحبابك وولادك ومعاهم صحابك وإخوانك، واسمع صوت الأقصى ينادي رمضان بساحة. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين من جديد إلى هذه الحلقة، والتي سنكون من خلالها مع موضوع هو يمثل جرعة كبيرة من العلقم المر على مدار عقود طويلة من الزمن، وهو النكسة التي تسببت فيما بعد بضياع ما تبقى من فلسطين المحتلة، ما لم يحتل عام 48 من فلسطين المحتلة، إلى جانب احتلال جزء من سيناء ومن الجولان الذي لا يزال محتلا حتى الآن. المشكلة هي أكبر من ذلك بكثير. منذ ذلك الوقت حتى الآن لم يتمكن العرب والمسلمون من تحرير القدس، عوضا عن تحرير فلسطين كلها والتي أصبحت تحت احتلال مطبق منذ ذلك الوقت، منذ 51 عاما حتى هذا اليوم. المشكلة الأكبر أننا بعد 51 عاما أمام مؤامرة كبيرة، أمام صفقة كبيرة. هذه الصفقة متمثلة بجعل القدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني كما جاء في قرار ترامب الرئيس الأمريكي، وهذا التآمر هو بالدرجة الأولى تآمر عربي على القدس المحتلة وفلسطين، والشعب الفلسطيني يواجه قدره ويواجه المتآمرين في كل يوم داخل غزة والقدس المحتلة والضفة الغربية. هذا هو موضوع نقاشنا، القدس والنكسة، خمسة عقود أو ما يزيد قليلا على هذه النكسة وعلى الاحتلال المطبق للقدس المحتلة، مع ضيوفنا الكرام في الأستوديو. معنا الدكتور محمد مكرم بلعاوي، رئيس منتدى آسيا للدراسات، وعبر التليفون سينضم إلينا في وقت لاحق الدكتور مهدي
عبد الهادي من مدينة القدس المحتلة، رئيس الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية في القدس. وكذلك سينضم إلينا عبر سكايب الدكتور جمال عمر، الخبير في شؤون بيت المقدس وأستاذ العمارة في جامعة بيرزيت. ورحب بك معنا دكتور جمال في هذه الحلقة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مرحبا بضيوف بك وبضيوفك الكرام. حياكم الله، اهلا وسهلا فيك دكتور محمد معنا في هذه الحلقه. مرحبا بكم. دعونا نشاهد هذا التقرير ثم نعود للنقاش فوق امانه. نصف قرن ونيف ولا تزال مدينة القدس ترزح تحت نير الاحتلال، ووابل من هجمات التقسيم والتفتيت، بغية إضاعة الحق الفلسطيني بالتهجير لأهلها الأصليين تارة، وبتغيير ملامحها الأصلية بتحويل شوارعها وأزقتها إلى مسميات عبرية ونقل سفارات دول أخرى إليها كاعتراف ضمني بإسرائيلية القدس كعاصمة للاحتلال الإسرائيلي. هناك إرهاصات حقيقة تتفاعل في مدينة القدس من خلال الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في مدينة القدس، إجراءات هدم البيوت، سحب الهويات، بناء الجدار، إقامة المستوطنات، توطين المستوطنين في مدينة القدس. آخر إعلان هو إعلان مدينة القدس اللي هو طبعا عاصمة للدولة اليهودية. ما يزيد المشهد ضعفا هو ردود الأفعال العربية تجاه القدس والمقدسات الإسلامية فيها بوهن واضح وخذلان صريح. فمنذ عام 48 لم يسجل زعيم عربي تقدما في ملف إنهاء احتلال القدس، وظل الاكتفاء بتشكيل تكتلات عربية بأسماء تشير إلى دعم القدس وأهاليها وكذلك حمايتها من الاحتلال. أخذ الاحتلال الصهيوني الضوء الأخضر بعد نقل السفارة، لأن هي يعني أخذت الضوء الأخضر لمزيد من تهجير المقدسيين، مزيد للتهويد لهذه المدينة المقدسة. الاحتلال يسعى إلى بتر هذه المدينة خاصة بجزءها الشرقي لأنه فيه الكتلة الرئيسية من العرب الفلسطينيين المقدسيين. في كل شهر تقوم قوات الاحتلال بتهجير عائلة واحدة من داخل أحياء مدينة القدس إلى خارجها، وتبني لها منشآت رسمية لدوائرها الحكومية، ولا يزال الصمت هو سيد الموقف لدى الزعماء العرب، فيما لا تزال مدينة الأديان تئن مرارة الخذلان. إذن هذه هي القدس المتمثلة بهذه المرأة المقدسية الماجدة التي تتعرض يوميا لانتهاكات الاحتلال ولمضايقاته والإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك. أرحب بك مرة أخرى دكتور محمد وبضيوف الكرام، واسمح لنا بالبداية أن نستطلع أحوال القدس بين عام 67 السابع من ذلك الشهر من يونيو حزيران 67 وما تلاها من أيام الاحتلال، وبين القدس الآن بعد مرور 51 عاما. هل استطعنا أن نحافظ على القدس وأن نصونها وأن نحفظ ما تبقى منها؟ بدون شك أن القدس اليوم تتعرض لعدوان غير مسبوق. اعتمد الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة السابقة على الإخلاء التدريجي للمدينة ومحاولة تغيير ما يسمى بالأمر الواقع من خلال وسائل عدة، أهمها مثلا توسيع حدود مدينة القدس وسحب الهويات وفرض الضرائب وأيضا هدم البيوت والمنع من الدخول إلى القدس، أيضا الجدار الذي وضعه بين القدس وبقية الضفة بحيث عزلها. هناك إجراءات عديدة جعلت سكان القدس في معزل عن التواصل الاجتماعي مع بقية أهل الضفة وجعل حياتهم أكثر صعوبة، بالإضافة إلى العدوان المستمر على هوية المدينة من تغيير أسماء الشوارع والأماكن وتغيير حتى بعض المعالم العامة، ثم العدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية. وإذا يعني نظرنا في الأمر نجد أنه الأوقاف المسيحية نسبتها حتى أكثر من الأوقاف الإسلامية، وهذا ملف الآن شبه يعني في الظل. هناك عدوان كبير على الأوقاف المسيحية بالإضافة إلى الأوقاف الإسلامية، يتجلى هذا الأمر بالجانب الإسلامي في موضوع المسجد الأقصى، ونحن نذكر بأن الانتفاضة الثانية هي انطلقت لهذا السبب، بسبب دخول شارون إلى ساحات المسجد الأقصى. اليوم هذا العدوان أصبح عملية منهجية شبه يومية، مئات من السياح
الذين عادة يأخذون مظهر السياح، في الحقيقة هم المقصد فيهم نوع من أنواع تعويد الإنسان المسلم والمقدسي على الاختراقات الدائمة والعدوان على المسجد الأقصى، العدوان على حراس المسجد الأقصى، العدوان على المصلين في المسجد الأقصى، تحديد عددهم وتحديد فئاتهم العمرية من أجل أن نجعل هذا المسجد الأقصى خالياً من المصلين على أطول مدى ممكن من أيام السنة وساعات النهار. إذن القدس من عام 67 إلى اليوم تعرضت لعدوان كبير لا يستطيع حقيقة إدراك كنه إلا الذي رآه وعاشه في القدس. وعاشه في تمام. في القدس نفسه. دكتور جمال، يعني أنتم أهل القدس والذين تعيشون نتائج هذه النكسة حتى هذه اللحظة، كيف مرت عليكم تلك السنوات؟ وماذا يعني لكم احتلال القدس الشرقية؟ وماذا يعني لكم كل هذا العدوان وهذه الانتهاكات والعقوبات التي مر بها المقدسيون خلال 50 سنة؟ في مرة أخرى الله، ونقول لكم يجب أن نغوص ولو قليلا إلى الوراء، يعني في عمق التاريخ لنكبة ليس من 51 عام مثل هذه الأيام على السطر الشرقي من القدس، وهو لا يمثل سوى 20% من القدس. القدس يا سيدي علينا أن نعترف أنه لما جاء الإلمبي ومعه 100,000 جندي، أكثر من نصفهم من بلاد عربية، وهو بريطاني وجيش بريطاني وتحت لواء بريطانيا المجرمة الصليبية، وسحق 26,000 جندي من المدافعين عن المدينة المقدسة، معظمهم من الأتراك أو الفلسطينيين أو العرب الذين دافعوا، وعلى قبر صلاح الدين وقال اليوم انتهت الحروب يا صلاح الدين، اليوم انتهت الحروب الصليبية. منذ عام 1917 من 100 عام بعد الخيانة العربية العظمى طبعا مباشرة، وجاء وعد بالفور من تلك اللحظة، بدأ من النكبة، بدأت يا أخي 1948 وليس 67، عندما خانت جامعة الدول العربية وخذلت الجهاد المقدس عبد القادر الحسيني وعادته بدون أي سلاح، وبريطانيا تعطي كل السلاح للصهاينة وأعدمت الثوار الفلسطينيين كما تعرفون، وأعدمت السلاح لعصابات داعش اليهودية الأراغون والستيل وسائر العصابات. 1948 كانت أول خيانة علنية لجامعة الدول العربية، ثم جاءت الخيانة الثانية عام 1967 منذ 51 سنة، ثم الآن جامعة الدول العربية بصمتها وبأنظمتها وبأولياء عهد الذين لا عهد لهم تكرر الخيانة، وتعطي دونالد ترامب النازي الفاشي المجرم تعطيه الحق في إعلان القدس عاصمة الدولة اليهودية، وليس ليس حتى دولة إسرائيلية، دولة اليهودية، هكذا يقول هذا الفاشي العنصري. إذن هذه النكبات، قالت 4 نكبات على القدس، لم تمنع مطلقاً أهل المدينة من الصمود والتصدي لكل جرائم البقاء على أرضهم رغم كل هذه المحن. ونحن كنا أطفالاً ونذكر عندما صدرت الأوامر للجيوش العربية بالانسحاب من القدس، ورأينا الرجال يبكون والنساء يبكون عندما شاهدوا الجيوش العربية تلبس ثوب النساء وتغادر المدينة المقدسة وتسلمها بلا قتال، سوى بعض البطولات التي قام بها الجنود الأردنيون، عدا ذلك لم يكن هناك قتال، سلم الشطر الشرقي من المدينة كما سلم الشطر، ولحق 20% بال80%، وحصل الذي حصل. ومن يومها والله العظيم نتجرع الذل أشكالا وألوانا، لم نرى يوما سعيدا، لم نرى إلا ومهانة وللإنسان وللمقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، لم نرى إلا الطرد والتشريد وهدم البيوت وسحب الهويات، لم نرى إلا مصادرة الأراضي، لم نرى إلا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام رفات تدحرج جماجمهم الشريفة الطاهرة في مقابر المسلمين في القدس. لو قبر يهودي واحد مس بأذى في مصر 100 مليون لقامت الدنيا ولم تقعد، لأجل يهودي أو عظم واحد يهودي، كيف يتم تدمير مقابر المسلمين؟ لم نرى سوى يهودا غليك والمجرمين من أمثال باروخ غولدشتاين يذبحون المصلين في المسجد وهم ركع سجود، لم نرى إلا 120 مجزرة يعني بحق الشعب الفلسطيني وهو صامد على أرضه، لم نرى إلا القتل، لم نرى إلا مسرى رسول الله عليه الصلاة والسلام يداس
بأحذية الصهاينة والقرآن الكريم يركله الجنود أمام العالم أجمع. لم نرى الحريق يشتعل في قبة المسجد الأقصى المبارك، لم نرى إلا كوارث، ولم نسمع من الأنظمة العربية إلا هراء وكذب وزور وبهتان خراب. الشيء الذي سمعناه من الأنظمة المجرمة ساهمت مع الاحتلال في الجنوب. سأعود إليك دكتور جمال. دكتور محمد، يعني كما تفضل دكتور جمال، أوضاع مأساوية يعيشها المقدسيون منذ أكثر من 50 عام، وحتى يعني اشتدت في آخر فترة، وربما يحمل المستقبل ما هو أسوأ من ذلك، لأنه الآن أصبح هناك يعني أصبحت القدس بشكل عام هي عاصمة دولة إسرائيل كما جاء في القرار الأمريكي، وأصبحت بعض السفارات تنقل سفاراتها إلى القدس، وستصبح إدارة المسجد الأقصى المبارك مباشرة تحت إدارة الاحتلال الصهيوني. كل ذلك أمام مشهد يقول التالي، أنه نحن الذين تسببنا في أوضاع القدس أن تصل إلى هذا من خلال بعض الفلسطينيين الذين توصلوا إلى اتفاقية سياسية، اتفاقية أوسلو، والتي فرضت بالقدس وجعلتها على هامش الاتفاق والمفاوضات، ومن خلال العرب الذين يتآمرون الآن ويكونون جزء من صفقة القرن، يعني هم الذين ينفذونها ويطبقونها مع الأمريكان والصهاينة جنبا إلى جنب. الآن حصر مشكلة القدس في الفلسطينيين أو العرب فقط، أعتقد أنه نحن بحاجة أن ننظر إلى المشهد بشكل أوسع. نعم. عندما أنشئ المشروع الصهيوني على أرض فلسطين لم يكن ذلك بجهود من اليهود منفردين، وإنما كان مشروعا استعماريا، وكانت الطليعة الصهيونية هي تمثل طليعة للاستعمار الغربي. ولذلك إحنا عندما نتحدث عن صراع على القدس يجب أن نتحدث عن صراع بين العرب والمسلمين من جهة والأحرار، والمشروع الآخر المشروع المادي الذي تتزعمه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية. إذن إحنا عندما نتحدث عن الدور الفلسطيني مهما كان فيه من تقصير فهو عنصر من هذه العناصر. الدور العربي دور حقيقة صادم، ووصل مستويات متدنية لم يسبق لها مثيل. يعني عندما يتحدث الملك الأردني اليوم عن أن هناك ضغوط مورست على الأردن تمثلت بقطع المساعدات من دول عربية يفترض أنها مسلمة ومعنية في القدس من أجل الاعتراف بالقدس عاصمة للدولة اليهودية، وهذه نقطة أشار لها الدكتور جمال. يعني نحن لا نتحدث عن دولة علمانية أو دولة إسرائيل كما تم إنشائها منذ البداية. نحن اليوم نتحدث عن حالة متطرفة اسمها الدولة اليهودية، وليست دولة إسرائيل كما تم الإعلان عنه في البداية. إذن نحن دخلنا اليوم مرحلة أكثر خطورة وأكثر تطرفا بثوب مهلهل وبصف غير متحد، وهذا يتحمل مسؤوليته بالمقام الأول قيادات العالم الإسلامي، قيادات الدول الإسلامية والعربية بكل تأكيد. لا يترك الشعب الفلسطيني وحده يقاتل ثم بعد ذلك يعني نتساءل لماذا ضاعت القدس. نعم دكتور جمال، يعني قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى وأتساءل عن مستقبل المدينة في قادم الأيام وقادم الشهور والسنوات، وخاصة بعد القرار الأمريكي وكون الموضوع جزء من صفقة القرن، أريد أن يعني تعطيني رأيك فيما حصل خلال الفترة الماضية من حراك بعد قرار ترامب، وما تلاه من حراك سواء دولي رسمي أو حتى شعبي على مستوى الأمة العربية والإسلامية والعالم بشكل عام. هل فهم العالم أن هذا يعني أن قرار ترامب تجاوز الخطوط الحمراء وأنه ليس من حقه؟ هل يمكن للعالم أن يتحرك باتجاه ما؟ والله يا أخي هذا موضوع في منتهى الخطورة ولا بد أن يكشف، ولا يمكن لنا إلا أن نتحدث من القلب إلى القلب إلى جمهور المشاهدين الكرام الذين نحييهم على يعني على ما يرون من مآسي في المدينة المقدسة وما يدور في أعماقهم من ألم عميق جدا على الكارثة التي حدث بها ضمن مشروع صفقة القرن أو صفعة العصر كما يسميها البعض. أخي الرد عليها كان على النحو التالي: ما كان لدونالد ترامب أن يتحرك بهذه الجرأة وبهذا الثبات، وعلى ذلك أحاديث يعني ومن ضمنها محللين سياسيين على مستوى دولي، وأنتم لابد أنكم اطلعتم على أحاديث وتحليلات قوية جدا في الصحف
والإعلام الغربي كونكم إعلاميين، من أنهم قالوا لو لم يكن مطمئنا دونالد ترامب لمواقف أنظمة عربية، أربع أنظمة عربية، ويعني سمع لهم واستمع لهم وقالوا له لم تعد القضية في واردنا، ولا القدس ولا الأقصى، لنا همومنا ونحن يعني يدوبنا بس نطلع نعلم البنات لسواقة هلا، ويعني إحنا لازلنا في مرحلة سباق ملكة جمال الإبل ونحن الماعز، يعني أمر ما شئت افعل ما شئت، نحن الحفاة العراة الذين نتطاول في البنيان، نحن أولياء العهد الذين لا عهد لهم، وبالتالي أعطوه الضوء الأخضر وهم يضغطون على الأردن لأجل ترك الوصاية. آخر حلقة، آخر حلقة، وهي ضعيفة ومهلهلة الآن تماما، وبالتالي نحن نرى المؤامرة رأي العين. وبالمناسبة من بيتي الآن، من شرفة بيتي أرى الأقصى، وباستطاعتي أنقل لكم الكاميرا بث مباشر من الأقصى، من وإلى يساري تماما، إلى يساري هنا وكر العمالة الأمريكي مكان هيربرت سموئيل، نفس المكان على جبل المكبر حيث أسس للعدالة الإنسانية بين المسيحيين والمسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسمي جبل المكبر لأنه كبر عليه. فوق التكبير هنا تأتي النازية وكر العمالة، فانظر ما هي الردود. الردود أنظمة عربية تقول في ذات الوقت، ومصادر خارجية نعم ضخم جدا أكبر من بلده يقول، يعني بلدهم وأرضهم، وزير أمين تمام ولي عهد يقول من حقهم أن يأخذوا بلدهم. دكتور أخي، الرد دكتور جمال العربي نعم، أما الرد الشعبي فممتاز. أشكرك نعم جزيلا دكتور جمال عمر، خبير في الشؤون المقدسية، شكرا لك، ونكتفي بهذا القدر نظرا ل يعني سوء الاتصال عبر سكايب. شكرا لك، ولقاؤنا في مرات قادمة إن شاء الله. نذهب إلى فاصل قصير ثم نواصل، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن القدس والنكسة عقود من الاحتلال والاستعباد والقهر للشعبنا الفلسطيني المقدسي هناك، والذي كما أشار ضيوفي أنهم تحت الاحتلال منذ أكثر من قرن، حتى الآن منذ أن احتل الإنجليز فلسطين عام 1917 وإلى يومنا هذا. دكتور اسمح لي أرحب بالدكتور مهدي عبد الهادي، والذي ينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي من القدس، رئيس الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية في القدس. مرحبا بك معنا دكتور مهدي. أهلا وسهلا دكتور مهدي. يعني ماذا تعني لك هذه الذكرى التي عشتها يوما بيوم عام 67 ولا تزال تعيشها كمقدسي حتى هذا اليوم، آثارا ونتائج على المدى الطويل وربما مستقبلا من خلال بعض ما طرأ على القدس من قرارات دولية وما إلى ذلك؟ وصحيح، في صدمة الهزيمة 67، صدمة الحرب، إجراءات الحرب، لكن اليوم الأرشيف كلياته عم بيكشف قديش كانت تخطط إسرائيل لهذا الحدث. ديان عم بيقول في مذكراته احنا كنا نحاول نستفز القوات السورية بشكل محدد حتى نعمل اشتباك معها. القوات العسكرية الإسرائيلية في مذكراته عم بيقولوا احنا فقدنا فرصة العمر عام 48 وقت التقسيم، اننا لم نأخذ الضفة الغربية اليوم وقت نأخذها فيها. البعد العربي كان ينتظر ضربة مؤقتة، ولكن طلعت الضربة الاستباقية في تدمير الطيران المصري 400 طائرة. الصدمة الحقيقية أنه خلال أيام معدودة شئنا ما بين حوالي 90,000 كيلومتر مربع سيناء والجولان والضفة الغربية بما فيها القدس وغزة تم احتلالها. 90,000 كيلومتر مربع، سقوط الأمل في البعد القومي العروبي بقيادة عبد الناصر، بالرغم انه لا يزال الان هذا البعد القومي العروبي بيتمكن من الناس بالرغم من الهزيمه وبالرغم من كل الاجراءات. لكن الان الواحد فينا بيراجع هذه الذاكره بيجد في عده مراحل، لا تستطيع ان تضع نكبه ونكسه 67 والهزيمه وتدمير القوات العربيه واحتلال 90,000 كيلومتر مربع وسقوط هذا الامل الوحده والقومي العروبي والانتصار من اجل فلسطين في سله واحده.
أنا بعتقد في حوالي 10 سلات إحنا مرينا فيها حتى نعرف إحنا وين وصلنا اليوم. السلة الأولى بطبيعة الحال الأيام الأولى للاحتلال عندما دخل موشي ديان ورابين إلى القدس ودمروا فعليا وبسرعة 350 منزل حارة المغاربة واحتلوا حائط البراق وأعلنوا بصوت واضح وصريح عدنا ولن نخرج بعد الآن. المراحل اللي مرينا فيها هي صدمة الهزيمة 3 سنوات الأولى 67 ل 70 كنا في حالة خوف وفي حالة تردد وبالتالي انكمشنا للداخل وأغلقنا مؤسساتنا وفعالياتنا بانتظار حلق قادم للآخر أو بمعنى 2-4-2-67 أو عبد الناصر والملك حسين في حوارهم مع واشنطن من أجل فتح إعادة آثار الاحتلال. فعشنا 3 سنوات بانتظار بعد إما دولي إما عربي وإما فلسطيني وبالتحديد فلسطيني قيام منظمة التحرير بمعنى آخر معركة الكرامة في 68 وانضمام الشباب الفلسطيني والعربي من الجامعات إلى حركة المقاومة الفلسطينية. لكن هذه المرحلة 3 سنوات انتهت بحرب أيلول وتم في الأردن ومن صراع على السلطة وخروج منظمة التحرير إلى لبنان. انتقلنا إلى مرحلة ثانية مرحلة الصمود من 70 ل 82. في هذه الفترة داخل الفلسطيني أعاد واقع الحياة المستمرة فتح المستشفيات والجامعات والسوق. بمعنى آخر عشنا فترة عض الأصابع تحمل الألم دون الانكسار دون الخوف وشكلنا لجنة توجيه وطني كان في مرحلة رؤساء البلديات المنتخبين بسام الشكعة وكريم خلف. نعم. لكن المحطة الأساسية لهذا الصمود انكسرت أو انهزت أو انهزمت بغزو شارون للبنان خروج منظمة التحرير إلى تونس وطروحات المشاريع اللي فرضت علينا مشروع ريغن 82 مشروع بجنيف 82 لكن في مشروع حقيقي كان علق اللي هو مفاوضات الملك حسين مع ياسر عرفات في 85 من أجل كونفدرالية فلسطينية. لكن الخروج الفلسطيني من لبنان إلى تونس كان محطة جديدة وبمعنى آخر أصبحنا نتحدث عن داخل وخارج أجندة الداخل صمود ومقاومة الحد الأدنى للبقاء وصمود الخارج الخروج من لبنان الخروج من الأردن الانعزال في تونس والبحث عن أجندة دولية. وهون شئنا ما بين الداخل الفلسطيني تحرك تحت نعم. ألم الهزيمة وتحت ألم الصمود وتحت ألم القتل والمصادرة في الأراضي الداخل الفلسطيني انتفض في شيء اسمه الانتفاضة الأولى من 87 للتسعينات. فلسفة الانتفاضة الأولى كانت تقول لا أقدر أن أتغلب عليك أو أتجاوزك ولا تستطيع أن تأخذ مني فلسطين، تعال نتحاور نتفاوض نتبادل الاعتراف لكن في حدود 22% من فلسطين الأراضي المحتلة عام 67. لكن برضو في هذه المرحلة شهدنا اغتيالات، اغتيال أبو جهاد في تونس في 88، اغتيالات لكل القيادات الفلسطينية بالخارج إن كانوا سفراء في باريس أو في أثينا أو في البرتغال أو في بيروت. وبنفس الوقت الخارج الفلسطيني احتضن رسالة الانتفاضة، شاهدنا مؤتمر الجزائر بال 88 وإعلان الاستقلال على الورق، لكن كل الفصائل الفلسطينية أجمعت على فلسفة الانتفاضة، لا تستطيع أن تكسرني لكن تعال نتفاهم للبقاء بأجندة حل قائم على دولتين. وهون دخلنا مرحلة الخامسة الأخطرهم مرحلة المفاوضات مدريد وواشنطن وموسكو سنة 90-93. وأيضا في هذه المرحلة تمت تصفية اغتيالات قادة فلسطينيين مثل صلاح خلف في تونس وعاطف السيسو في باريس وآخرين. لكن ملف المفاوضات لم يتحرك في واشنطن أو موسكو كثيرا وبالتالي فتحت قنوات سرية للمفاوضات وهذا كمان كان من أخطر الأمور بالتسعينات. قناة القاهرة أو القدس أو واشنطن أو بوخارست، لكن القناة الحقيقية التي تفاعلت وأنجزت كانت أوسلو ب 93. وأوسلو أنجزت المرحلة السابعة بمعنى المرحلة الانتقالية في 94-99. أنا بستطيع أقول لك تمام دكتور اسمح لي فقط كان في أجندة وكان في تمام عرفات
لم تستطيع أن تضعها في سلة واحدة أبدا. بقيت ثلاث مراحل سوف أسمح لك يعني بالتفضل بها، لكن أنتقل إلى ضيفي في الأستوديو ثم أعود إليك مرة أخرى. يعني هل نستطيع أن نستشرف المستقبل من خلال هذه المراحل؟ يعني كيف أننا كنا ليس من 67 حتى من قبل ذلك، وكيف وصلنا إلى هذا الوضع من خلال كل هذه المعطيات والمحطات التاريخية المهمة التي استحضرها الدكتور الآن؟ هل نستطيع أن نقول أن مستقبل القدس سيكون مستقبل يعني تحرير، أم سيكون مستقبل مزيد من الاحتلال لسنوات إضافية أخرى؟ طبع المستقرئ لتاريخ الصراع مع المشروع الصهيوني يرى بأن هذا المشروع يلعب كثيرا على عنصر الوقت، وهو خلال الفترة الماضية لم يكن يحاول إضعاف المجتمع الفلسطيني من الداخل فحسب، بل هو كان يحاول أن يضعف كل المنطقة المحيطة بفلسطين. ولذلك اليوم نرى الرخاوة المحيطة بفلسطين غير مسبوقة. نعم. الوضع مثلا في سوريا اليوم وضع كارثي، الوضع في لبنان لا يحسد عليه، الوضع في الأردن اليوم وسابقا كان دائما وضع هش لا يحتمل كثيرا من المغامرات. مصر الوضع كما ترون اليوم، السعودية والخليج يقود حملة تطبيعية غير مسبوقة وهرولة باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. إذن المشروع الصهيوني هو يلعب على عنصر الوقت، ويعتقد بأنه عنصر الوقت سيتيح له المزيد من المكاسب، وخصوصا عندما نتحدث عن اليمين. السابق كان الهاجس الأساسي هو هاجس البقاء، أنه هل هذه الأرض تصلح لأن نقيم عليها دولة وأن نستمر بها، ومتى ستنتهي؟ اليوم هو لا يفكر بهذا الأمر، هو بالنسبة له يفكر كيف يهيمن على الإقليم، كيف يحقق رؤية بيرز في الشرق الأوسط الجديد، بأن يستغل طاقات الإقليم وأن يتسيد عليه وأن يسحق المشروع الفلسطيني إلى الأبد. عندما ننظر إلى وضع اللاجئين على سبيل المثال، الآن وضعهم في لبنان يكاد يعني مشروع أو ملف اللاجئين أن يغلق، وضعهم في سوريا والعدد المهول الذي خرج وتشتت من فلسطيني سوريا من لاجئي سوريا، ومحاولة توطين العدد الأكبر من فلسطيني الأردن كمواطنين عاديين. إذن نحن نتحدث عن الملفات الأساسية التي تشكل القضية الفلسطينية يراد أن تصفى واحدة تلو الأخرى، وعلى رأسها القدس. نعم. اليوم من يتبنى قضية القدس غير المقدسيين وبعض الفلسطينيين؟ لا أحد. عندما نتحدث عن الموقف الأردني، بالعكس أصبح المطلوب من بعض الأنظمة أن تتبنى صفقة القرن. يعني بالضبط، يعني عندما نتحدث عن شكوى الملك الأردني الذي المفروض أنه راعي للمقدسات في القدس، يعني وضع محزن للغاية. والآن القمة الأخيرة التي عقدت في تركيا عكست هذا التردي الإسلامي وهذا التردي العربي غير المسبوق. إذن نحن أملنا كبير لأننا أصحاب حق، والقدس لنا، وإن شاء الله مهما طال الزمن سنعود، وإن دمر سنعيد بناءها وسنرجع إليها. لكن المعطيات المباشرة التي بين أيدينا هي معطيات للأسف غير مشجعة، معطيات سلبية للغاية. نعم. دكتور مهدي، تعمدت أن نقف سويا عند المحطة، محطة أوسلو، وهذا الاتفاق الذي وصف يعني بمئات الصفحات، آلاف الصفحات، أكثر يعني من بنود الاتفاق ذاته، وصف بكثير من الأوصاف في معظمها كانت سلبية. ولكن دكتور، هذه كانت محطة فارقة في العلاقة مع الاحتلال الصهيوني، وفي جعل بعض الفلسطينيين يعني يقفون في مرحلة وسط بين الشعب الفلسطيني وإرادة التحرير لديه، وبين متطلباته وتضحياته وكذا، وبين الاحتلال الصهيوني الذي بدأ احتلالا مستريحا نظيفا وغير مكلف مع الأسف. الآن في هذه المحطة بالذات، هل تعتقد بأن الفلسطينيين قد فرطوا آنذاك بالقدس ولم يجعلوها في أولى أولوياتهم في المفاوضات ومن ثم فيما بعد في المرحلة التالية؟ إسرائيل لم تتخذ أي إجراءات من خلال عام 67 الاحتلال الحقيقي الفعلي لكل فلسطين وسيطر على القدس، لم تتخذ إجراءات لمدة 13 سنة. فقط في تموز 1980 أبدت قرار الكنيسة بضم القدس. انتظرت 13 سنة لتحدد حدود البلدية وتعمل إجراءاتها وتوسعاتها
وتنفذ مخططاتها. وسبب ذلك انه نحن كمعشر اول شيء قبل ما احط الهم والغم على الاخرين، احنا المحطه الاساسيه. واليوم عم نسال حالنا في اكثر من لقاء بالداخل الفلسطيني والداخل الداخل، هل اخطانا عام 67 عندما لم نتوحد معا 2 مليون فلسطيني بالداخل، 2 مليون فلسطيني بالضفه، 2 مليون في غزه، 6.5 مليون فلسطيني باجنده واحده امام نظام ابارتايد عنصري صهيوني يريد الارض وخلع الناس؟ ولماذا تعاملنا بشكل منفصل؟ بمعنى الداخل الفلسطيني تعامل اجندته الكنيسة وحقوق المواطنه، احنا في الضفه الغربيه وفي القدس تعاملنا على امل منظمه التحرير وتعاملنا على امل الشرعيه الدوليه وعلى امل النظام العربي. اللاجئين اعتمدوا على الانروا ووكاله الغوث. وهون لما وصلنا اوسلو، مين وصل اوسلو؟ وصلت منظمه مهدومه في البيت العربي تبحث عن البقاء على الأجندة الدولية في تونس. شعب فلسطيني أرضه صدرت وهجرت وخلع وقتلت شبابه وقياداته وتمت تصفيتها. أوسلو كانت القشة لإنقاذ ما تبقى من هذه الشرعية لمنظمة التحرير في تلك الفترة. وايضا الاعتراف اللي تم، لم يتم الاعتراف بين الشعب الفلسطيني ودوله اسرائيل، تم الاعتراف بين منظمه التحرير. اسرائيل اعترفت بمنظمه التحرير ولم تعترف بالقضيه ارض وشعب وحقوق ومستقبل. وهون لحد اليوم عم تنسيق قوانينها ليهوديه الدوله، بمعنى لا وجود للفلسطينيين. احنا قبل ما نوصل لاوسلو او ما بعد اوسلو وقعنا كمان بفخ كامب ديفيد. وامام اوسلو كام ديفيد احنا تحركنا بالداخل بانتفاضه ثانيه من 2000 ل 2004، وخلالها تمرس في خارطه الطريق والدخول الاوروبيين. البعد القومي العروبي كان معظم الوقت متفرج ينتظر هذا الفلسطيني، لانه من الاساس ال 64 عندما فشل النظام العربي بمجابهه اسرائيل بتغيير مجرى نهر الاردن بال 65، البديل كان تعال يا شعب فلسطيني ابحث عن قيادتك وعن اجندتك وعن النظام القومي ميثاق القومي تبعك وناظر من اجل قضيتك واحنا خلفك. وهون ايضا هذا النظام الفلسطيني اللي تاسس في اوسلو للاعتراف في مرحله انتقاليه، ايضا اسرائيل او الغربيين او حتى الامريكان لم يلتزموا باي شيء وتم التوقيع عليه والاتفاق عليه، وتم التغرير فينا سنوات طويله من 2000 ل 2010. تم اغتيال والان دكتور يعني في تسليم ياسر عرفات رحمه الله. الآن في دقيقة ونصف لو سمحت دكتور مهدي لضيق الوقت، الآن في ضوء كل هذه المعطيات التي تفضلت بها، هل تعلمنا الدرس أم لا يزال الوقت مبكرا على تعلم هذا الدرس؟ وال يعني خلينا نقول محاولة تصحيح بعض الأخطاء والخطايا التي ارتكبناها. الآن النخب التقليدية انتهى دورها، الآن المدارس التقليدية انتهى دورها، 60% من المجتمع الفلسطيني أينما كان في الداخل أو داخل الداخل أو بالخارج يمثل الشباب، الشباب الفلسطيني يقول لك قاوم من أجل بقاء، resist to exist in dignity، قاوم للبقاء بكرامة. أدوات المقاومة متعددة، أنت 6.5 مليون مقابل 6.5 مليون، دخلنا على أبواب نظام الدولة العنصرية أو الدولة الناقصة، بلدية كبيرة للخدمات، لا نستطيع أن ننكسر، لا نستطيع أن نسقط بالفخ الإسرائيلي. نهضة المقاومة الفلسطينية اليوم حتى بتشوفها بصراخات شوارع عمان، كرامتي معناش نقبلش، التقليديين انتهى دورهم، النخب القديمة انتهى دورها، في مرحلة شباب ناهض من أجل المستقبل. وهذا ما يخيف إسرائيل حقيقة، وبيشوفوا اليوم بمسيرات غزة واستشهادات المئات في غزة واستعدادهم، يقول لك أنا من أجل تغيير الأمر الواقع مستعد أستشهد، لا أستطيع أن أقبل الأمر الواقع. وصلت الفكرة دكتور مهدي. الحركة الوطنية الفلسطينية تبحث عن رؤية جديدة بقيادة الشباب وليس بقيادة المهزومين أو المأزومين عبر سنوات طويلة من هذا النضال. شكرا لك دكتور مهدي عبد الهادي، رئيس الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية في القدس. دكتور محمد في دقيقتين، نحن إذن أمام معضلة كبيرة خلينا نسميها، وأمام تحديات كبيرة في الحقيقة، تحديات فلسطينية داخلية، تحديات على مستوى العربي وعلى المستوى الإسلامي من أجل مدينة القدس. لكن إذا لم تستطع المدينة أن توحدنا الآن في ضوء كل ما تتعرض له من مخاطر وقرارات وكذا، متى يمكن أن توحدنا؟ بدون شك هذا سؤال دائما حاضر عندما يتعرض المجموع
لهجمة خطيرة تهدد كيانه، يفترض أن تلتقي الناس وأن تدافع عن كيانها، والقدس هي في قلب هذا الكيان، في قلب العالم الإسلامي وفي قلب العالم العربي. دون القدس معنى ذلك أن لا شيء يجمعنا، إذا لم تجمعنا أقدس المقدسات فما الذي يجمعنا؟ هذا تهديد وجودي في الحقيقة، التهديد للقدس هو تهديد وجودي للأمة الإسلامية، وهذا ما عبر عنه الرئيس أردوغان بالمناسبة في المؤتمر الأخير الذي عقد في تركيا، وما كنا نقوله عبر حوالي قرن من الزمن كشعب فلسطيني. والشعب الفلسطيني عندما قدم التضحيات قدمها للمسجد الأقصى وللقدس وللأرض المقدسة، الأرض أرض فلسطين، ليس بكونها ترابا وحدودا سياسية فقط، وإنما لأنها تمثل ضمير هذه الأمة ومن صلب عقيدتها. إذن نحن يجب أن نتحدث عن كيف نخرج من حالة الصراعات الطائفية والصراعات المناطقية والصراعات المدفوعة من الخارج والصراعات الدونكوشيتية التي لا طائل تحتها. هناك تستطيع أن تشاهد مشاهد مثيرة للاستغراب على السوشيال ميديا وحتى على الفضائيات، في ناس ينخرطون في قضايا جانبية وتسفك من أجلها الدماء وتنفق من أجلها الأموال وتترك القضايا الأساسية. القضية الأساسية عند الأمة الإسلامية هي اليوم كيف نتوحد على كلمة سواء كي ننقذ أنفسنا، وفي مقدمة هذا الإنقاذ هو ننقذ المسجد الأقصى وننقذ القدس التي هي عنوان هذه العقيدة وعنوان هذه الكرامة. أشكرك جزيلا دكتور محمد البلعاوي، كنت معنا في هذه الحلقة، كما أشكر باقي ضيوفنا الكرام، وننتقل إلى فقرة أخرى بعد قليل، فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم، ونحن نتحدث عن القدس في ذكرى النكسة 51. لابد أن نتعرف على قلب القدس، وكنا في الأسبوع الماضي قد تعرفنا على المسجد الأقصى المبارك، في هذا الأسبوع نتعرف على البلدة القديمة التي تحتضن ذلك المسجد المبارك، فإلى هناك. البلدة القديمة في القدس كانت تمثل كامل مدينة القدس حتى القرن التاسع عشر، وتحتضن أبرز معالمها ورموزها كالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط البراق. تتربع البلدة القديمة على مساحة 900 دونم، ويحيط بها سور ضخم بناه السلطان العثماني سليمان القانوني، وله 15 بابا، منها الساهرة والجديد والخليل والمغاربة والنبي داود. احتلها الصهاينة عام 67 و900 و1000، وقسموها إلى 4 أحياء، هي المسيحي والأرمني واليهودي والإسلامي. تعرضت البلدة ولا زالت لسلسلة من الحملات التهويدية المتعاقبة، والتي تهدف إلى طمس المعالم العربية والإسلامية والمسيحية، كما تعرض أبناؤها للضغط ومحاولات التهجير، إضافة إلى البطالة والركود الاقتصادي والازدحام السكاني.
ما أدى إلى تناقص أعدادهم بشكل كبير. أدرجتها اليونسكو على قائمة التراث العالمي لتوضع فيما بعد على قائمة التراث المهدد. وفي ظل الاستهداف المستمر لها، ستبقى البلدة القديمة حصناً مقاوماً لكل مخططات التهويد وحامية للمسجد الأقصى. إلى بئر السبع والرصيد الحضاري الكبير إلى هناك. مدينة بئر السبع. تقع مدينة بئر السبع في النقب الشمالي وتربط البيئات الثلاث: الصحراوية والجبلية والسهلية الساحلية. تعد المدينة الحافة الصحراوية التي استقطبت أعداداً كبيرة من البدو، كما أنها جذبت أعداداً من تجار الخليل وغزة للإقامة فيها. ساعدت الطرق البرية التي تربط المدينة بالمواقع الأخرى على استمرار الاستيطان البشري فيها وزيادة الحركة التجارية. كان الكنعانيون أول من عرف من سكان المنطقة، والراجح أنهم أطلقوا عليها هذا الاسم لوجود سبع آبار قديمة فيها. خضعت بئر السبع لحكم الآشوريين والبابليين والفرس، وكذلك اليونانيين والمصريين والأنباط والرومان. ازدهرت المدينة في عهدي الأنباط والرومان كممر حيوي لتجارة العالم، حيث مثلت في العهد الروماني قرية كبيرة تقيم فيها حامية عسكرية. وحين انتشرت المسيحية في فلسطين جعلت بئر السبع أسقفية، كما أنشأ الرومان كنائس بئر السبع وسباستيا. في القرن السابع الميلادي فتحها المسلمون، وعرفت المدينة بأنها بلدة عمرو بن العاص. أعاد العثمانيون في العهد الحديث بناءها، ثم احتلها الإنجليز عام 1700. في عام النكبة تمكن اليهود من احتلال المدينة وطرد سكانها العرب منها وإحلال مهاجرين يهود مكانهم. قدر عدد سكانها قبل النكبة بنحو 5570 نسمة، ونقص عددهم بعدها إلى 200 نسمة نتيجة تهجيرهم. كانت تقام كل اثنين سوق عظيمة في الطرف الشرقي من بئر السبع يقصدها البدو من جميع أنحاء القضاء، حيث أطلق على هذه السوق اسم سوق الحلال نسبة إلى المواشي المعروضة فيها. تعد بئر السبع أهم مراكز تجميع الشعير في فلسطين وإعداده للتصدير إلى بريطانيا. انتشر فيها عدد من الصناعات الخفيفة، أهمها نسج بيوت الشعر والعباءات من شعر الماعز والأصواف ودباغة الجلود، والمنتجات الجلدية والحدادة والنجارة والأدوات الزراعية والمنزلية البسيطة. تمتلك المدينة رصيداً حضارياً مهماً، ومن المعالم التي لا تزال قائمة حتى يومنا إطلال المدينة القديمة والمسجد الكبير الذي بناه العثمانيون وحوله الاحتلال الصهيوني إلى متحف، إضافة إلى السراي وهو مبنى الحاكم العثماني ومحطة القطار. وقد أعلنت منظمة اليونسكو
أطلال مدينة بئر السبع القديمة موقعاً للتراث العالمي عام 2005، وذلك بعد العثور على حفريات أثرية شمال شرق المدينة. من أبرز الشخصيات التي أنجبتها بئر السبع رئيس هيئة أرض فلسطين الدكتور سلمان أبو ستة. شدوا الرحالة إلى بئر السبع، شدوها 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 إلى عروس البوادي والناقة، لاقوها لاقوها لاقوها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع، هذه تحية فريق العمل، تذكروا دائما أن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.